غادي نعطيك الاسم والسهر ديال الالهام. الهام الهام وي الحلقه ديالك. عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك. كاع داكشي اللي ضرك تفضلي، حنا معك. شكرا اخويا. البدايه ديال القصه ديالي اللي كان في عمري 16 عام، كنا واحد الناس اللي عايشين بخير، ما خصنا حتى خير الحمد لله. الاب ديالي كان خياط، كنا الحمد لله يعني واخا ناس بسطاء ما عندناش ما فحالناش، عايشين بخير الحمد لله، ما ناقصنا حتى شي حاجه. من بعد اخويا الحياه ديالنا تقلبات راسا على عقب، مبقيناش فاهمين كيفاش. الوالد ديالي تعرف على واحد السيده، وهاد السيده دمرات لي حياته. علاش؟ مبقاش كيجي للدار ولا كيشرب، كيضيع، مبقاش كيصير على الدار. كيفاش غادي نقول لك، يعني ما بقاش داك الانسان اللي كنعرفه، تبدل بزاف. رغم ان الاب ديالي كان انسان الله يعمرها دار، كان كل شيء كيشهدوا بان داك الانسان عمرو ما يقدر يدير شي حاجه ولا يتخلى على ولادو. صافي نقول لك اخويا ما بقاش كيخلص الكرا، طلق الحانوت ديالو، ما بقاش كيسير علينا. وديك السيده اللي تزوج بها، عفوا اللي تعرف عليها، هذيك السيده اللي تعرف عليها، نعم عارفه، راه مزوج وعنده وليدات. هاد السيده هادي راه كانت عايشه معانا، كانت ساكنه معاها، سميتو ساكنه مع عمتي كاريه عندها، وعارفه بان هاد السيد راه مزوج وعنده ربعه الوليدات. اش غادي نقول لك، صافي. من بعد الوالده ديالي مسكينه خرجت تخدم على برا، خرجت تخدم في الديور. حنا كنا باقيين صغار، انا واختي اللي كبر مني مشينا خدمنا في واحد المعمل ديال الخياطه، كانوا عندنا معمل صغار ديال الخياطه. من بعد اخويا بدر بقينا كنخدموا عندنا 200 درهم السيمانه خدامين الحمد لله، ولينا كنجمعوا باش نخلص. 200 درهم السيمانه؟ 200 درهم؟ 200 درهم السيمانه، خدامين في الخياطه 200 درهم. من بعد اخويا بقينا كنجمعوا الفلوس ديال الكرا، حتى الكرا خلى لينا شي 7 شهور ديال الكرا. 7 شهور. من بعد اخويا وقع واحد المشكل، خرجنا من ديك الخدمه ولينا جالسين في الدار. الوالد ديالي رجع للدار ولا كيصير شويه. من بعد الاخت ديالي جاها واحد الانسان وتزوجت، الله يسهل عليها. ما كانش عنده ديك الساعه الفلوس ديال العرس، اشنو دار؟ مشى كريدة هز من البنكه، هز 1.5 مليون باش يدير ليها العرس، باش يبين زعما قدام الناس راه درت ليها العرس. وهاد صافي اخويا. من بعد اختي مشات الله يسهل عليها، بقيت انا والوالده ديالي وخوتي، وهو مره كيجي. من بعد خبر مبقيناش كنشوفو، كنعيطو له في التليفون والو. الوالده ديالي مرضات، عندها السكر بسببه. من بعد اخويا العسيس خرجت انا، وليت كنخدم في الديور. ليش كنخدم في الديور؟ خدمت عند واحد السيدة، خدمت عند واحد السيدة في الدار. ديك السيدة كانت كبيرة شوية في عمرها، ديك 40 عام بحال هكاك. صافي بقيت خدامة عندها. من بعد كجينا تليفون بأن الوالد ديالي تشد من الكوميسارية، جانا التليفون. مشينا نشوف، لقينا بأن مول الكرا ديال الحانوت دعاه على حساب الفلوس اللي ما خلصش. ودعاه حتى الناس ديال البنك اللي هز من عندهم الفلوس. على ود باش يعني الفلوس اللي زوج بها اختي، الفلوس اللي زوج بها اختي دعاوه حتى ما خلصش. اش غادي نقول لك، بقى كيطلب وكيزاوق في ماما وهادي، وعافاكم يخرجوني من هادي، وعمرني ما نبقى نعاود. صافي الوالده ديالي مسكينه محنات فيه، حنات فيه، ولكن ما عندنا ما نديرو، ما في يدينا ما نديرو. صافي من بعد ديك السيده مشيت عندها، قلت ليها شوفي الله يعطيك الصحه، غادي تعاونيني بشي حاجه غير نخلص الكريتي ديال الوالد، غادي يخرج وانا غادي نبقى خدامه عندها. عندك شي خدامه عندها؟ واه السيده اللي كتخدم
عندها. قلت لها شوفي غادي نرشح لك داكشي كامل ولو نبقى خدامه عندك حياتي كامله. قلت لي لا سمحي لي انا ما نقدرش يعني هاد الفلوس كثيره ما نقدرش نتعامل معك، ولا ما فريت غدا ولا بعدا هربتي ولا مشيتي لشي بلاصه اخرى. قلت لها انا عندك ندير معاك التزام. قلت لي كيفاش غديري معايا التزام وانت مازال الله في عمرك 16 سنه كيفاش غديتي فيها؟ من بعد اخويا قلت لي شوفي عندك حل واحد. قلت لها ما هو؟ قلت لي حل واحد. انا انت عارفه الخدمه ديالي. قلت لها انا ما عارفاش. قلت لي كتشوفي بان الناس كيجيو عندي وكيجيو عندي دريات. قلت لي واحد السيد كنت خارجه معايا القيصريه وشافك وعجبتي، الا درتي معاه شي حاجه الفلوس اللي بغي شاخد ديالك. هذه اللي تخدمي عندها خدمتها انها هي شنو خار هي شنو الخدمه ديالها؟ يعني خارجه خارجه الطريق. خدمه ديال اخويا خارجه الطريق. انا قلت ليها شنو واش نبيع الشرف ديالي قبل الفلوس؟ راه ما يمكنش. حني فيا ديريني بحال بنتك. قلت لي سمحي لي الدنيا هي اللي ما كترحمش، انا ما نقدر ندير معاك حتى شي حاجه. بغيتي ديري هكا اوكي، ما بغيتيش الله يسهل عليك. كتبش عليك تصدمت عشي بحال جديتي مصرفك شي يعني ما عرفتش اشنو ندير. صافي خرجت من عندها. قلت لها لا سمحي لي انا ما موافقش على هذا الشيء. خرجت من عندها مشيت عند ماما. قلت لها شوفي خوالي ولا شوفي عمامي سلفونا ولا انا غادي نرد ليهم. مشينا عند اول خالي عيطنا لي في التليفون. قدرت مع الوالدة ديالي. قلت لي الله يعطيك السر بغيت بحال هكا بقى تداويه معاه. قال لها شوفي انا ما سوقيش، دبري راسك، موتي انت وياهم ولا عيشي انت وياهم، انا ما سوقيش. الوالده ديالي مسكينه سمعت ديك الهضره تعصبها شويه، اصلا عندها العصب وعندها السكر. صافي ما بقى عندي ما ندير. تلفت وانا مازال صغيره ما باش غادي نقول لك الدنيا دارت بيا ديك اللحظه، وخوتي مازال صغار. حتى شي واحد الباب اللي كندقو فيه كيتسد لوجهنا، حتى شي واحد ما بغى يفتح لي الباب. لا اله الا الصحاب الاحباب كلشي تيجي الاحباب لا صحاب لا عائله لا حتى شي واحد. كتب عليك كذاب اللي يقول لك لا عائله تقف معاك، مستحيل. ولو يشوفوك كتقطع ما يوقفوش معاك. الدنيا ظلمت قدامي خويا بدر. انا عارفه بزاف الناس غيقولوا كاينه الخدمه وكاينه الحكم الظروف اللي تحطيت فيها. ما لقيت حتى شي واحد اللي ساندني ولا اللي عاوني. من بعد الغد ليه بيت الليل كامل وانا كنفكر في الهضره ديال السيده. الكامل وانا كنفكر في الهضره ديالها. مع الصباح مشيت عندها مع الدنيا ديال الصباح. ليها اي اصلا هي سميتها نعيمه. لا شوفي نعيمه انا موافقه. ما تقولي ليش وافقتي تبيعي تبيعي ساره؟ ما تقولي ليش مهما شفتك انت تبارك الله وسلام بزوي والله وكتحمقي انت غدت. قلت لي صافي غتخرجي من هذا الفقر وغتخرجي داركم من الفقر وغتخرجي باك وغتعيشي واحد الحياة اللي مزيانة. عيب قسما بالله لا عيب، والله لا عيب عليكم. حقا كاين شي ناس والله ما كاينين غير الشياطين، كاين شياطين الانس
والله تعبت استغفر الله عباد الله. ما عارف شنو اقول. المهم اخويا هي هذيك هزات التليفون وهيطت لتاكسيت وقالت لي صافي جي اليوم. من بعد قالت لي يلا خرجي معايا. قلت لها فين غنمشي؟ قالت لي غنمشيو للقيصريه. مشينا للقيصريه تقدت لي شي حوايج اللي ما عمرني حلمت انني غادي نلبسهم. من بعد دتني عند الكوافوره قدت لي شعري وقدت لي حالتي. من بعد مشينا للدار كتبش عليك اخويا بدر في ديك اللحظه باش حسيت ماشي نقول لك حسيت بالسعاده ما انه ما شفت راسي في المرايه عجبني راسي ما كتبش عليك يعني عجبني راسي بحال هكا بقيت كنشوف راسي وكندور وكنشوف اللبس اللي لابسه بحال نقول لك شي طالع بلي بعقلي بحال ما عرفتش. المهم وصلت السادي العشيه جا السيد جا السيد اللي كانت دايره معاه جا للدار. من بعد جاو واحد جوج اخرين وجاو البنات. المهم حط الشراب حط الشيشه حط كل شيء ديك الدار عندها بحال شي بلايص ديال لي بواط وهادي ماشي لي دار. واش كانت في عمرك ديك الساعه؟ ديك الساعه كان في عمري 16 عام. 16 عام 16 عام وصلت 12 ديال الليل كل واحد حتى على وحده وزادوا البيت. انا بقيت جالسه مصدومه. من بعد قال لي تبعيني وش دخلت نايل لا إله إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله والله لا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تم حسيت براسي بحال شي فريسة. بقى الشيء الحاجه الوحيده اللي ما بغيتش تنسى ليا هي انه اللي سالا من الشيء انهم اللي سالا من داك الشيء اللي كان كيدير كاس الفلوس ولا حدي على وجهي وقال لي هادي زيادة تستاهلي. براسي رخيصة بحال شي بحال شي زبل بحال شي عقبه بحال شي بركازة بحال شي قرقارة معرفتش. المهم ما حسيتش بواحد الإحساس اللي خيب لواحد الدرجة ما توصفش.
من بعد اخويا بالليل كامل وانا فايقه ما جانيش النحاس. مع الصباح لبست حوايجي زيت الفلوس ومشيت للديجار الماما. شحال ديال الفلوس؟ 3.5 مليون. بعد مشيت للديجار الماما عشان الحاجة اللي تصدمت منها هي ان الوالدة ديالي ما سولتنيش، ما قالش لي منين جبتيها، ما قالش لي شنو هاد الشيء. ما الحاجة الوحيدة اللي قالت لي يلا مشي بدا بالك مثالية. مهم مشيت انا وياها، مشينا للكوميسارية، سولنا عقدينا الرقم ديال الملف، طلعنا للمحكمة، طلعنا للمحكمة خلصنا ديك الفلوس. ولو بقات ناقصة عليها شي حاجة، بقات ناقصة عليها شي حاجة ما عندهم شي 100 ألف ريال على حسب سميتو. كيف اين فلوس؟ داك الفلوس اللي خديتي، الفلوس اللي خديتها حتى بقات ناقصة عليها شي 100 ألف ريال. كيف عطاتهم؟ لمن عطاتهم؟ عطيناهم للمحكمة باش يخرجوا الوالد من الحبس. من بعد بقات ناقصة 100 ألف ريال. وقف معنا واحد المحامي، وقف معنا وقالت صافي خرجوا ديك 100 ألف ريال، قال لك من بعد وغتعطيوها، يعني ما تكون عندكم غتعطيوها بالتقسيط بحال غادي نتفاهموا مع مول الكرا ديال الحانوت، غتفاهموا معاه باش تبقاو تعطيو كل شويه، تبقاو تعطيو شويه كل مره، تبقاو تعطيو شويه. وما عرفتش منين سولاتكش منين جبتي الفلوس؟ لا ما سولاتنيش. مثلا شنو قلتي لها انت؟ ضروري تقول لك منين؟ ما قالت لك، ما قالت لك والو، ما سولاتك ما والو، ما قلتيلهاش انت راه حتى دازت. اي بلاتي حتى دازت يومين، دازت يومين بعد في العشية غادي يخرج الوالد. مشيت انا وياها تلقينا عليه باللي خرج، جيتنا للدار صافي. ديك الساعة حسيت بحد، حسيت بحد شوية ديال الطمئنان، واخا ما سلام، واخا الدنيا ظلامت قدامي ما نكذبش عليك اخويا بدر. صافي في العشية جات عندي ماما البيت، سولتني قالت لي بغيت نسولك ديك الفلوس منين جبتيها. قلت لها ماما واش يلا سولي شغلي منين جبتها، واش بلي مديتها لك، علاش ما سولتينيش؟ قلت لها دابا ما تبقيش تسولني، كيف تسوليني؟ قلت لها على هذا الموضوع نهائيا. قلت لي كيفاش ما نبقاش نسولك منين جبت هاد الفلوس؟ قلت لها عطات عليا السيده اللي كنت خدامه معاها. ايوا قالت لي صافي الله يرضي عليها مسكينه، وانت غترجعها لها؟ استوعبت يعني ماما واخده بواحد كل بساطه، ما يمكنش ان السيده غتعطيني 3 مليون، ما يمكنش، يعني واخده بواحد البساطه ما فهمتش. ما علينا خيبة دري هاديك. صافي من بعد انا مبقيتش كنخرج، مبقيتش كنجمع معاهم، وليت غير سد عليا في بيتي. صافي ما حملاش راسي والو، حيت غادي جات عندي ماما للبيت، دازت واحد 40 يوم انا خيبة دري، جات عندي الوالدة للبيت دقاش عليا الى هان. قلت لها نعم الوالدة. قلت لي يا راه نعيمة كتسول فيك. نعيمة اللي السيدة اللي داتك عند السيد، يعني السيدة اللي داتني. خرجت عندها شافتني سلم عشان لي، قلت لي مالكي حلت وجهك صفرا ودابلة وحلتك حالة، مالكي شنو واقع؟ مالكي واش ميت عندك شي حد؟ قلت له واش هادشي كامل طرا وانت كتسوليني كتقولي واش ميت عندك شي حد؟ واش جاتك هاد الحاجة سهلة؟ يا نوضي نوضي من الهضرة الخاوية، شفتي يا راه مازال ما شفتي والو. كيفاش مازال ما شفتي والو؟ اشنو اشنو مازال؟ قلت لها غادي نشوف. صافي قلت لها ما بقيتش قادرة ندير حتى شي حاجة. صافي قلت لها ما باغا حتى شي حاجة، الوالد اللي كنت باغا الفلوس راه هو خرج، راه مع ولادو. صافي
من بعد قالت لي اجي يلا معايا، اجي انا فاهمك، اجي يلا معايا. بقيت عليا بديك الهضورات وديك الكلام الحلو وديك حلاوة اللسان، وبنيتي والله يرضي عليك، وانتي كيفاش بغيتي تعيشي الحياة هكا، وانتي بني وحدة زوينة وبتحمقي وتقدري تعيشي حياتك اكثر من هكا، وبحياة زوينة والدار والطموح بيلو اي حاجه بغيتيها او اي حاجه تمنيتيها، وتقدري تشري لداركم دار وبزاف وهادشي. وقالت لي اصلا انت دابا شكون غادي يقبل عليك؟ انت اصلا حياتك اتدمرت، اللهم ما ديري شي مستقبل علاش ترجعي، ديري شي مستقبل علاش ترجعي بحال هكا. نقول مع دماغي بصح انا المستقبل ديالي ضاع، صحنيش ما لقيتش اللي يوقف معايا، حتى الاب اللي اعتبرته سند ليا ما معايش، حتى هو ما سولناش منين جبنا الفلوس، ولو سول ماما وقالت لي راه الالهاميه اللي جابتها، يعني ما حاولش انه يسولني، ما شافش فيا حتى الشقوفه، ما هدرش معايا، ما جمعش معايا، ما قالش لي بنتي منين جبتي ديك الفلوس، ما قالش لي شنو وقع لي تجبتي هاد الفلوس، ما سولنيش. بعد خي مشيت مع صافي، وليت كنت عندها في الدار تما بزاف، وليت بحال نقول لك حقدت على الحياة، حقدت على بزاف د الحوايج، مبقيتش باغا والو في ديك اللحظة، وليت دايرة بحال شروب وباغا غير الفلوس، صافي مبقيتش باغا والو، مات عندي الإحساس، مبقيتش كنحس بتا شي حاجة، ديك الوقيتة الدموع ديالي تحجر ومبقيتش كنبكي، كنحس براسي بأنني مخنوقة وباغا نبكي ولكن الدموع ما كاينينش، وليت قاصحة بزاف، مبقيتش ديك الإنسانة القديمة، مبقيتش بحال نقول لك الطفولة ديالي تهدمهاش. صافي جبليت بزاف الحوايج، بليت كنشرب كنكمي كندير بزاف الحوايج، لدرجة أنني خايبة هدر باش كي بغي يقرب مني شي واحد، ولا شي حاجة خاصني نكون دايخة، ما خاصنيش نكون في الوعي ديالي، ما خصنيش نحس بشي حاجة نهائيا، خصني نكون فاقدة الوعي، فاقدة الشعور، خصني نكون سكرانة، نكون كامية، نكون كلشي، صافي نكون دماغي مقاد باش ما نحس بتا شي حاجة، ما نبقاش نحس بالحياة. وليت كنجي معطلة للدار، وليت كنجي بشي لبس ماشي هو هداك، مي ما عمرها ما سولتني، عمرها ما قالتليش على بنيتي وقولي لي فين كتكوني، حتى الوحيدة اللي كتسولني عليها خلصتي لختك المدرسة، ختك راه عجباتها هاديك السبرديلة، أخوك خاصو السويع، راه خاصنا هادي في الدار، يعني مبقاش كتسول على بنتها فين كاينة ولا راهي شنو كدير، ولا بقاو كيسولو على حتى شي حاجة، غير راه خاص 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 إلهام ولا كلشي منها، ولا صغير وكبير كيتسنى أنها تعطيهو. صافي خويا بقات الحياة بحال هكا عامين، يعني كنت 18 عام، كنت 18 عام، واه 18 عام. من بعد تعرفت على واحد السيد في فيسبوك، هو اصلا سوري وعايش في الجزائر، تعرفت عليه في فيسبوك وبقينا كنهضرو، نقدر نقول لك بانه هو أول إنسان حسيت معه بالمعنى ديال الأنوثة ديالي، يعني بلي كنكون نهضر معاه كنهضر معاه مرتاحة، حتى واحد النهار قالت لي فلانة، قلت له نعم، قلت لي أنا الصراحة عجبتيني وباغي نتزوج بك على سنة الله ورسولي، تما كانت الصدمة الكبيرة، هو أنه ما كان عارف عليا حتى شي حاجة، ما كانش عارف إلهام شنو كدير ولا كيفاش حياة ديالها ولا شنو كتخدم ولا ما عارف عليا حتى شي حاجة، ما
المهم فيما كيجبد ليا هذا الموضوع ديال الزواج كنحاول نتهرب منه باي طريقه، ما باغيش نخسره. حتى واحد النهار قال لي غتعطيني الام ديالك ولا الاب ديالك نهضر معاه، انا باغي نزوج بك على سنه الله ورسوله. قلت لي شوف اولاد الناس، ها كاين وها كاين وها كاين، عاود لي القصه التفاصيل. قطع لي التليفون، بلوكاني. بعد 3 ايام كتبش عليك، صافي تمرت بقى فيا الحال. قلت كون غير كتبش عليك، كون غير ما قلتش لي انا شنو كندير، صافي ضيعته. الانسان الواحد اللي حسيت معاه واللي لانني بغيته انا خسرته بالحقيقه ديالي، خسرته بالواقع المر ديالي. صافي بدات واحد 3 ايام من بعد حل البلوكاج وهضر معايا صوماليه، قالوا سلام فين صافا لاباس عليك هاني، قلت الحمد لله بخير. قال لي سمحي لي انا راني ما تفهمتش، وداك النهار كنت معصب وعلاش كتبتي عليا ومن البدايه قولي لي وهدي وهدي وهدي. قال لي شوفي، قلت له نعم. قال لي انا ما نقدرش نهبط للمغرب، غادي نخلص لك الطياره ونجي نشوف باك وماماك وغتجيو هنا وغادي نعقد عليك هنايا في الجزائر وغنديروا العرس هنا في الجزائر في الجزائر. قلت له صافي، علاش انا داك هو الانسان اللي بان لي غادي ينقذني من هاد الحياه اللي انا فيها، غادي يخرجني من الظلمه اللي انا فيها. صافي حسيت بواحد شتي نقول لك، صافي قلت انا غادي نغامر، انا اصلا الحياه ديالي ضاعت. صافي لما نغامر مع هذا الانسان هذا اللي غادي يسترني وغادي يغطيني وغادي يحميني من الذهاب. صافي هضرت مع الوالده، هضرت مع الوالد، الوالد ما وافقش نهائيا، ما وافقش بتاتا. علاش؟ حيت الانسانه اللي كانت كتصرف عليه وتسير عليه وتعطيه كمية وتعطيه الشرب غادي تزوج وغتخلي يعني بحال غادي نسدو عليه البنك هذيك اللحظه وغنمشي. هو الفلوس بتا هو باش يشرب، انا كان كيشد من عندي الفلوس باش كيمشي يقصر، كان كياخذ من عندي انا الفلوس باش كيمشي يشرب، باش كيمشي يكمي، باش كياخذ الدخان ديالو، باش كياخذ هذه، ياخذ من عندي انا الفلوس وما كيسولنيش منين جبتها. يا رب خسيتي نكمل. من بعد اخويا بدر صافي ما بغاش هو اصلا، صافي قال لي الا مشيتي تزوجتي مع نباك منتي بنتي مع نباك. الهضره ديالو ما اثرتش فيا، ما نكذبش عليك، ما اثرتش فيا الهضره ديالو، حتى انا قلت في خاطري لو مشيتي بنتي با كاش غيطري لي هادشي كامل. لو كنتي حسبتيني بنتك ما كانش بنتك غادي ياكلوها الذئب وغتخرج على المستقبل ديالها وغتخرج على كل شيء على ودي ساكنت. صافي مشات معايا الوالده ديالي، مشينا تما، كانوا مخلصين ليها الطياره الي ورجوع غتجي بس 15 يوم، انا غادي نمشي ما غاديش نرجع. صافي مشيت مدي معايا البريقات ديالي وهادي، صافي جلست الوالده 15 يوم تما. درنا سميتو جا داك الفقيه ديال الجامع الامام، درنا الفاتحه، هضروا مع سميتو هضروا مع بابا ابل فيديو في التليفون، عطاهم الموافقه ديالو. صافي دوزنا داكشي على قد الخدم، الغد ليه ندوني الكوافوره، عندهم اصلا ما عندهم حد العادات انني نلبس غير اللبس بيضة غير لاغو. صافي لبستها، تصورنا بيها هادي، يعني صافي تزوجنا. من بعد قال لي شوفي غدوز واحد السيمانة عاد غنمشي انا وياك المحكمة غندفعو الوريقات ديالنا، وانا راني كلفت محامية باش غادي يخرج لينا الكارت. قلت له صافي ثقة في واحد الثقة اللي بزاف، واحد الثقة اللي ما ديرهاش في والديا ديرتها في داك الانسان. بعد صافي من بعد دوزت الوالدة ديالي ديك 15 يوم، مشات وصلنا على المطار والحمد لله كنا عايشين بخير الحمد لله. صافي يعني داك الانسان مزيان، الوالدة ديالو مزيانة، خوتو الله يعمرها دار الحمد لله. دازت 2 شهر بالحساب اخويا تبدلو. علاش الام ديالو
الام ديالو ولات كدير ليا ولات كدير ليا المشاكل مع راجلي، بحال نقول لك بحال ولات كتحرشو، ولات كتحرضو باش يضربني. زعما هذيك راه ما كتسمعش الهضره، راه ماشي من المستوى ديالنا، راه ماشي ديك، يعني عندهم واحد العادات وواحد التقاليد في الشكل، يعني عندهم واحد الماكله اللي انا ما نقدرش ناكلها، واش فهمتي؟ غير الا ما كليتش ديك الماكله اللي كياكلو هما نقدر نتعاقب عليها. خاصني نولف الطبيعه ديالهم بالخاطر، ولا خاصني نولف الطبيعه ديالهم. صافا اخويا تاقلمت مع الجو وكل شيء، حتى واحد النهار اخويا كنسمع الغوت والصداع. كنت في البيت ديالي سمعت الخوت والصداع، عدوستي كانت كتهوش، خرجت اشنو واقع قلت لك مشى ليها الذهب ديالها والفلوس، بقينا كنقلبوا في حلاقه. قال ليها منين تقول لي اخر مره دخلت شكون اخر وحده دخلت للبيت؟ قلت لهم فلانه هي اللي دخلت للبيت عليا انا. صافي بقاو كيقلبوا في البيت ديالي ما لقاو حتى شي حاجه. قالت لي انا متاكده بانها هزات الذهب والفلوس وبعت الذهب وصيفطاتهم لامها. قال لها فين غتصيفطوا لها وهي ما عندهاش حساب اصلا، ما عندهاش حساب في البنك، كيفاش غتصيفطوا لها؟ قلت لي ما عرفتش الله اعلم، المهم انا شاكه في فلانه هي اللي هزات لي الفلوس. صافي راجلي بقى كيغوش عليا وكيضرب فيا وقولي فين كاينه الفلوس وادي، بحال رجعني شي سراقه. قلت له واش ما كتثقش فيا؟ قال لي جبتي الفلوس؟ قلت لك الفلوس غتجبديها، الفلوس عندك نمشي. وبرك عليا بشهادة وراس يسبني بالماضي ديالي، ومشي فعلا ومشي شركة ومشي هاجي وكيفاش غنثق فيك ومشي وحدة غير هادي وهادي وهادي. المهم برك عليا بالسبان ديال بصح اللي ما عمرني ما سمعتو. من بعد عدوستي جات، هادي غير ما كانش شيخي، يعني باه ما كانش في الدار، هذاك هو الواحد الانسان الوحيد اللي ما عمره ما ضرني بشي حاجه، كان كيعتبرني بحال بنتو. اتفقوا عليا، شنو جات قالت لي شوفي حلفي في المصحف بانك ما هزيتيهاش. كنحلف في المصحف ونقول لها اقسم بالله ما هزيت ديك الفلوس، كنحلف والو ما تاقتش بيا. قالت لي شوفي هاد الجمره هادي، قلت لي غنحطها في لساني انا ولا غنحطها في لسانك نجي، والا ما كنتيش كتكذبي ما غدير لك والو هاد الجمره هادي. كيفاش؟ قسما بالله عليك فهمتش. دابا شدات وشحلات واحد الجمره، جمره شعلاتها مزيان حتى ولات حمراء ديك الجمره، وقالت لي حنا عندنا في العادات والتقاليد بان الا كان شي واحد كيتهم شي واحد بالسرقه ولا دار شي حاجه اللي خيبه كيحرقوه هاد الجمره هادي. اذا ديك الجمره ما حرقاتوش كيحطوها لي في لسانو. الا هاد الجمره هادي ما حرقاتوش وما دارتش له شي حاجه في لسانو، يعني هذاك السيد راه صادق، والا دارت له شي حاجه يعني هو كيكذب. انا ما يسحبش لي متفقين عليا، انا باللي كندور واش في حلقه كنشوف فيه قول لي اه غديريها، كنقول لي واش تحماقيتي غنحط الجمره هادي في امي؟ إذن قال لي انت اللي سارقه، كل شيء ضدي كله. بزاف ديال الناس يتبلوكو لهم الله يبعثك، باش ما يتبلوكو لهم مش لايف، كلشي يبقى يبرك على قليب عافاكم، كلشي يبرك على قليب. واللي تي متى تمشي ليه الصوره يخرج من اللايف ويعاود يدخل، اللي تمشي ليه الصوره يخرج ويعاود يدخل. نتمنى كاع 10000 واحد اللي تيتفرجوا كلشي يبرك على بارطاجي عافاكم في كاع لي جروب، انفيتيو الناس اللي عزازين عليكم وكلشي عافاكم يبرك على قليب باش ما يتبلوكاش اللايف ويحبس. الله يجازيكم بالخير، كلشي يبقى يبرك على قليب وكلشي يدير بارطاجي، واللي تيتبلوكا ليه اللايف يخرج ويعاود يدخل. سمحي لنا قاطعناك اختي، كملي لنا. ماشي مشكل يا بدر، خد راحتك. قلت لك صافي انا كنشوف كلشي ضدي، كلهم بغاوني ندير انا هذيك، ما يسحبليش انا متفقين عليا. قلت انا صافي يمكن عندها الحق، انا اصلا مش فرد، يمكن ديك الجمره ما غتحرقنيش، بحال هكا كنقول مع دماغي صافي اللي بغيت يطرى. الا ما درتهاش غتكون الهضره ديالهم بصح، فهمت؟ الا ما درتهاش انا غيكون بحال غنكون انا اللي سارقه، غيديروا عليا بانني انا اللي سرقت داك الشيء. صافي حليت فمي بحال هكا، جر لي لساني بجد، حط ديك الزمره تخيل معايا بلي حط ديك الزمره. شكون هذا؟ راجلي، هذا راجلي. حط
الجمرة في الثاني تخيل معايا، كان عشان شنو تشنشين وكتحس بشي حاجة كتحرق، حتى جريت لساني بضربة ودفاشو بحال هكا، دفاشو كنحس بالحرق في فمي، فمي مبقيتش كنحس بيه. صافي شفت منه واحد الابتسامة خبيته وخرجات وخلاتني، خرجوا كاملين وخلوني في البيت، فمي مبقيتش كنحس وهي بيه، دارتها ولا ما دارتهاش هي؟ هي دارتها ولا لا؟ لا ما دارتهاش، حتى هو اللي ما خلاش ديرها، قال لا امي انت ما غديرهاش، هي اللي غديرها، حتى ماشي انت اللي كدابه، هي اللي كدابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واخ عشان بلي خرجوا من البيت وستاني تحرق ومشيت دخلت الطواليت حاجه، وبقيت كان غير الماء، بغيت غير الماء باش نبرد سميتو فمي، حيت كان كيحرقني بزاف بزاف، اللسان ديالي تنفخ نفخ، مبقيتش قادرة نهضر، الهضرة مبقيتش قادرة نهضرها، أقسم بالله العلي العظيم كون شفت داك النهار بقل، عرفتي شنو نقول لك، صافي تمنيت نموت في ديك اللحظة، علاش كنحس بالعروقة ديال لساني غادي نتقطعو، لساني تنفخ لواحد الدرجة اللي بزاف، الهضرة مبقيتش كنهضرها، تخيل معايا كنبغي نشرب غير الما منقدرش نشربو. صافي مشى للفرماسي بلي جا لقى اللسان ديالي فحال هكاك، في حالة فمي ما نقدرش نطبق فمي فحال هكا نسدو، مشى خرج للفرماسي جاب ليا واحد البومادة ديال الفم وهادي ديال النفاخ، جاب ليا واحد بحال السيرو بحال داك نشلل بيه فمي، من بعد غادي يرجع شيخي، غادي يرجع شيخي. قالت لي شوف فين جات عندي، قلت لي اقسم بالله العلي العظيم وتقولي لي شي حاجه، اذا نقول لي بان فلانه خرجت ولقيناها حصلناها مع واحد، خرجت وحصلناها مع واحد، يعني غيقولوا لي بانني انا خرجوا ولقوني مع شي واحد، فهمتي؟ انا داك الانسان كيحترمني، ما صافي خفت منه ما قدرتش، صافي سكت سكت، صافي ما قدر نقول حتى شي حاجه اهلينا، صافي هي هاديك جا سلم عليهم كاملين، قلت لهم فلانه فين هي، قلت لهم راه، قالت لي راهي في بيتها، راه في بيتها ما كتخرج ما كتطرش، صافي جا عندي مسكين البيت بس لي ايدو فحال هكا العاده ديالو، انا نبوس لي ايدو، دوز لي شعري فحال، قال لي هضرتي مع داركم، درت لي فحال راسي لا زعما درت لي براسي لا حيت ما قادرش نهضر، قال لي مالكي، قلت له غير نهت لي زعما راه ويدخل لراجلي، قال لي لا راه غير ضرها الضرسه ومن فوقها لا ما تقدرش تهضر، قال لي وكيفاش ديها عند الطبيب، علاش خليتيها هنايا، ديها عند الطبيب حيد لها الضرسه ولا شوف شنو دير لها، ما تخليهاش بحال هكا، قال لي واخا واخا من بعد من بعد. صافي من بعد خرجت انا وياه، داني زعما بحال زعما بحال راه يديني للطبيب وغادي يرجعني، خرجت انا وياه بقينا غير كندورو تما جنب الدار، من بعد رجعنا، من بعد رجعنا للدار، صافي انا مبقيتش كناكل ما كنشرب، مبقيتش قادة نشرب، مبقيتش قادة ناكل، تخيل معايا الماكلة اشنو كنشرب غير الحليب بداك، عرفتي خويا داك سميتو ديال الدراري الصغار باش كيبغيو يشربوه من الضوا ديك البرا، هاديك كنعمرها بالحليب وكنغشيها حيت ما نقدرش نشرب شي حاجه، حيت لساني كان منفوخ لواحد الدرجه اللي كبيره، ما بقيتش قادره انا نهضر لا ناكل لا حتى شي حاجه. صافي دازت 20 يوم بحال هكاك وانا ما كنهضرش، صافي تزيزنت، ولكن خفت انني نكون تزيزنت ولا طرات لي شي حاجه، ولا يعني من هنا المستقبل ما نقدرش نهضر ولا شي حاجه. جلست انا وراجلي في البيت، كتبت لي في الورقه، كتبت لي بانني انا خاصك ديني للطبيب تشوف اشنو بيا، راه يمكن انا ما بقيتش كنهضر، خاصك تشوف هاد الشيء اللي هي ماشي سوقي انا، دبر المحينك انت اللي بغيتي هاد الشيء، واش هاد الشيء كامل، واش بصح هاد الشيء كامل، واش اللي نديرو، صافي واخا ما قلتش كلام العيب. داك النهار غيجيوهم الضيوف، غيجيوهم الضيوف، مشينا عندهم هما العزيمة، خاصهم يذبحوا خروف، خروف خاصهم يذبحوا، ذبحوا داك الخروف، داروا العزيمة باللحم وسميتو الروز،
العزيمة. لا هزيمة بحال اللي كيجيو عندهم تعزموا الناس عندهم الناس ضياف كيكونوا رزقهم محدود. يعني هذيك الهزيمة كل مرة كتكون عند واحد شي بحال هما عائلة وكيجيو بزاف. صافي هذاك داز داك الشيء على خير وبخير. هما كانوا مهدودين داروا سميتو هادي عدوستي وطفلتي ومرت ولدها الاخر. صافي بحال جاهم النعاس والعياء بلي خرجوا دوك الناس مشاو نعسوا انا لقيت الفرصه راجلي ما كاينش في الدار مشيت لقيت شيخي مازال فايق جالس في الكولوار. مشيت عنده هز معايا كتاب وستيلو كتبت ليه كل شيء قلت ليه راه كاين حليت فمي قلساني من فوخ. في ديك الليله قسما بالله العلي العظيم ديك الليله مشى عند عدوسي قال لي واش نتوما اللي درتو هاد الشيء؟ واش نتوما اللي درتو لها هاد الشيء؟ كتنكر وكتحلف تقول لي لا وما درناش وهادشي وهادي. المهم بقاو في المشاكل بقاو كيتناقروا. جا هو اللي جا قالت لي راه قالت لي وها قالت لي وها قالت لي وكذبات عليا. واش انا درت لها هاد الشيء؟ لا لا حنا ما درنا حتى شي حاجه هما كاملين كينكروا غير انا اللي كذابه. واش فهمت؟ جاي انا اللي بغني يرجعوني انني انا كذابه وباغا ندمر لهم العائله ديالهم بحال باغا ندخل بيناتهم بخيط كحل. فهمتي؟ صافي من بعد قلت لي شوف انا ما بغيت شي حاجه عطيني غير الباسبور ديالي وقطع لي البي الطياره خليني نمشي في حالاتي. صافي وبغيت حتى شي حاجه ما بغيتها بس انا نرجع في حالاتي. صافي خويا دازت واحد صافي بقينا بحال هكاك في الصداع وفي الصراع. دازت واحد السيمانه عطاني الباسبور ديالي قال لي منك راسك للبي ديال الطياره انا ما شغليش. ها الباسبور ديالك منك راسك للبي ديال الطياره. زيت اخويا التليفون ديالي لما غنعيط عيط لنعيمه. عاوتاني هضرت معاها عاوتاني نعيمه صافي لي هضرت معاها في الواتساب صيفطي لي البيه خليني نجي للمريض. حيت ما عنديش لما غنعيط لا عيط لبابا ما عندوش ما عيط لامي حتى شي واحد ما غادي يعني حتى شي واحد ما غادي يعطيني ولا غادي يدير من غير ديك السيده اللي وليت كان بحال ديك السيده هي اللي كتخرجني من المشاكل ولكن راه هي اللي غرقاتني. ما علينا صافي هضرت معاه قلت له راه كاينه باغا نجي للمغرب. صافي قلت لي واخا ماشي مشكل. صافي قطعت لي البي الطياره صيفطت لي سميتو في الواتساب مشيت خرجتها. صافي هزيت حوايجي خرج اللي بغا نخرج من الباب قلعوا لي الحوايج ديالي الذهب ديالي ما بغاوني نخرج حتى شي حاجه معايا. قلت انا صافي انا غير نتفك منهم ما بغيت حتى شي حاجه. ديك الفلوس وداك الذهب وداك الحوايج غير نكفو بهم غير نرجع غير في حراجي. صافي يكفي اللي شفت هنايا. صافي من بعد خرجت مشيت شديت تاكسي مشيت للمطار. بقيت في المطار بقيت فيه شي 6 سوايع عاد الطياره ديالي. صافي من بعد جيت للمغرب لقيت نعيمه كتسيني في المطار مع من كتسيني ماشي واحد كتسيني مع هذاك خونا اللي خص بابي اول مره. عرفتي يا اخي اقسم بالله العلي العظيم مع شفتو كنتذكر السن دغيا كترجع لي الدور كترجع لاول نهار غيوقع لي داكشي. اش ديك الساعه ماما ما عرفتش كيفاش وقع ليا اقسم بالله العلي العظيم ما عرفتش كيفاش وقع ليا. حتى اللي فقت لقيتها جالسه حدايا في الطوموبيل وكتضرب لي في وجهي وكتكب عليا في الماء. قلت لها مالك شنو واقع؟ قالت لي راه ما عرفتش واقيلا غيبتي ولا العيا ديال الطياره ولا الله اعلم. صافي هي هذيك اخويا شدينا الطريق رجعنا للدار ديالها مشينا جلسنا هادي تغدينا بقينا جالسين كنهضروا كيفاش وعلاش مشيتي وهادي وقطعتي معايا الهضره وانت اللي بغيتي هاد الشيء وانت اللي بغيتي هاد المشاكل طراليك وانا كنت باغا نخرجك من المشاكل وحسبتك بحال بنتي وما عرفت اشنو وهادي يعني صافي قلت لي بالله العلي العظيم.
والله العظيم. قلت لي شوفي قلت لي شوفي قلت لي نعم قلت لي خاصك ترجعي لي الفلوس ديال البيه ديال الطياره وباش تحطيهم خاصك تخدمي خاصني نخدم الله يا ربي الله ومع من مع داك الانسان ديال اول مره مع داك السيد صافي خويا شفت عيت ما عندي ما ندير وافقت ما عندي ما ندير صافي درت داك الشي وخرجت في حالتي من الدار ومشيت لدارنا دارنا شافوني تصدموا كيفاش جيتي ما علمتهمش بلي كرهت حيت ما علمتهمش لا ما علمتهمش بانني غادي نرجع حيت انا اصلا ما بقيتش كنهضر معاهم انا اصلا بلي مشيت تما مره كيصيفطوا لي داك الاوديو كي دايره لاباس عليك هادي اختك مريضه باك مريض امك مريضه واش فهمتي يعني ديما الا بغاو يهضروا معايا بداك الاوديو ولا يهضروا معايا مكالمه راه ضروري خاصهم يدخلوا لي شي حاجه بانهم راه خاصهم فلوس واش فهمتي صافي رجعت الوالد ديالي ما حملنيش تخيل معايا باللي مشيت هو اللي كان كيصرف على الدار باللي رجعت السيد ما بقاش باغي يصرف على الدار ما بقاش باغي يخدم ما بقاش باغي يجيب شي حاجه للدار خاصني انا باش اللي نشوف راه بلي راه ما كاينش السكر ولا ما كاينش الزيت ولا ما كاينش التقضيه خاصني نخرج ندبر على الفلوس باش نجيب ليهم يعني ما بغاش هو يبقى يخدم اللي شافني بحال رقدوا علي ايدي ولا الله اعلم صافي بقيت في الدار بقيت في الدار يوميا كنسمع النقير كنسمع الهضره علاش حتى فلانه ما بقاتش كتجيب الماكله حيت ما بقاتش كتجيب الفلوس حيت ما بقاتش باغا دير شي حاجه ولا تصير بديت غير جالسه صافي واحد النهار طلع لي الدم هزيت صاحبي مشيت عند نعيمة عاوتاني شحال نقول لك هي الإنسانة الوحيدة اللي كنلقى بابا مفتوح في وجهي يعني هي الإنسانة الوحيدة اللي كنلقى بابا مفتوح في وجهي بقيت جالسة عندها خويا شي نقول لك بقيت جالسة عندها شي 8 شهور تقريبا بحال هكا بقيت جالسة عندها 8 شهور من بعد صافي من بعد مليت مبقيتش باغا شي حاجة مبقيتش باغا والو وليت باغا غير راحتي مبقيتش لاقيها صافي وليت كنقول أنا مباغا تا شي حاجة صافي غدا نخرج من هادشي كامل حياتي ضاعت على والو أنا خاصني نحبس من هادشي أنا مخاصنيش نبقى في هادشي حيتاش هادشي بزاف صافي خرجت من عندها في الدار رجعت لدارنا رجعت لدارنا رجعوا صداعوا المشاكل رجعوا صداعوا المشاكل ما تسوقتش لذاك الشي كامل كندخل كنسد عليا في بيتي ما كنسوق لتا شي حاجة صافي خرجت مشيت قلبت على خدمة خدمت في واحد سميتو عرفتيها مخبازة تما واخا واحد الأجر اللي بسيط ولكن الحمد لله قلت بأن هادشي هذا اللهم حلال وغادي يكفيني ولا الحرام غنبقى ندمر في حياتي ونزيد ندمر في حياتي صافي اخويا بقيت خدامه تما داكشي واخا قليل وما كافينيش كنقول الحمد لله حسيت بواحد الراحه ما بحال تبدلت ديك الراحه النفسيه رجعت لديك الراحه النفسيه ديالي صافي كنقول الحمد لله بان داكشي يعني صافي انا بغيت غير الحلال ما بقيتش باغا الحرام صافي بقيت اخويا خدامه واخا كاين صداع والمشاكل وهادي واحد النهار الوالد ديالي غادي يدير واحد اكسيدو ضرب الموتور ضرب في راسو ومشينا لداو السبيطار بقى نعس في السبيطار هادي واحد النهار مشيت عندو بقيت جالسه حداه أول مرة كنشوف بابا كيبكي حياتي أول مرة كنشوفه كيبكي
وشد لي في يدي. تخيل معايا الكلمة الوحيدة اللي قال لي: هالعار هالعار بنتي لما سمحي لي. ما عرفش يمكن كان حاس بحال قال بقيل الموت هذه، ولا ما عرفت نسامح مع بنتي، حتش انا ظلمتها، حتش خرجت عليها، حتش فهمتي، ما عرفت ما نقول. واخا هو السبب، هو اللي دمر لي حياتي، هو اللي خرج عليا، قدرت ما ندير. صافي عنقت وبركت كنبكي بحال كنت محتاجة لداك الحضن شحال هادي، بلي كان في عمري 16 عام، كنت محتاجة لداك الحضن ويعنقني ويبكي ويقول لي: يا بنتي أنا معاك، أنا هو السنة ديالك. صافي بزلي بحسو بابا أنا مسامحك، وإن شاء الله الأب ديالي واخا دير اللي درتي إن شاء الله بابا. صافي بقى جالس خويا في السبيطار 3 أيام بحال هكاك. من بعد خرجنا، جينا للدار، ولا شوية لاباس، ولا كي ماشي كيخدم الحمد لله، يعني ما بقاوش دوك الصداع، ما بقاش داك المشاكل الحمد لله. صافي انا مخرج عاد ديك الامور المجاري دي، ما قدرتش نسامح مع راسي حيت درت بزاف الاغلاط. الناس ولاو كيشوفوا فيا واحد الشوفه اللي خايبه بزاف، وليت ما كنتش حامله راسي. الناس باش بعثتي على ديك الطريق دابا خويا بهادشي حامل نص دابا. يا شنو الاسم المستعار اللي عطيتيني؟ إلهام. إلهام، قبل ما نسال القصه ديال